العلم الموهوب جاء بالإمام الجواد عليه السلام إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موت أبيه الرضا وهو طفل، فرقى من المنبر درجة ثم نطق فقال: أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظاهركم، وما أنتم صائرون إلي علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأراضين. ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده الشريفة على فيه وقال: يا محمد، صمت كما صمت آباؤك من قبل.